بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أكتب إلى بندستانا نظم البيان، يعني حسن البيان في نظم مشتركات القرآن. لمقدمي كتابك بوينوا وباس مانكرت كناظم كإمام أبياري رحمة إخوائي قولي ليبيت أم كتابي نسيتوا كبريتي لا شاستو سيبيت كبيك هاتو لا تلو شش لفظ ياخدو شا كلمة دين سليب بشتواني إخوائي پروردگار كم كلمة يكم كلمي الأسف لا برهشت. قال الناظم رحمه الله: كل الذي في كتاب الله من أسف فالحزن إلا الذي في زخرف أثرا فإن معناه فيها أغضب. كواتا هر وشيك ياخد هر لفظك لفظي أسف لقرآن هاتا بيش شوتان أم دو معنى يا جانت دو معنى أبخشيت معنى كم فرموي فالحزن كواتا بمعنى كم بمعنى حزن ديت حزن يعني شي خمو خفت خمو خفت بجارة كواتا أسف واتا الحزن أما يك دو إلا الذي في زخرف واتا سورة الزخرف زخرف واتا سورة الزخرف فإن معناه فيها أغضب بمعنى غضب دي بمعنى غضب دي. قال: كل ما ورد لفظ الأسف في كتاب الله فمعناه الحزن كواتا لهشو نجي قرآن خين ما نوى برشاو ما نكوت كلمة حزن بمعنى شي ديت بمعنى أسف بمعنى حزن ديت هر شوية كلمة أسف ما بيني بمعنى حزن ديت واستثنى موضعا واحدا في سورة الزخرف بمعنى الغضب إلا ليك شوينك ليك جاء قرآن لسورة الزخرف آية بنجا وبنج خاي تعالى فرمي فلما آسفونا انتقمنا منهم فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين كاتي فرعون دارو دستكي خي تعالى فرمي ايما انتوركرت انتقمنا منهم ايمش طالما لي انسندو چون خي غوري انتوركرت بكفر وشرك بدينيان بو خي غوري توربو كواتا شاهد لآياتك شيا فلما آسفونا يعني فلما أغضبونا كاتيك إيمان توركت إيمش لناو يانمان بردو طولمان سنو ليانو فأغرقناهم أجمعين همو يانمان لرباري نيل غرق كردو كوتا يانبهات. وفسر ذلك ابن عباس عند ابن جرير وغيره عبد الله يقري عباس رحمة إخوة يقول ليبيا بوشيويا تفسيري كردوا. وقد وردت مفردة الأسف في القرآن الكريم بمعنى الحزن في أربعة مواضع. نفرمين مفردة واتا لفظ لفظي أسف لا قرآن بيروزا كمان دا بمعنى حزن هاتو لتشوارشين لتشوارشين. الموضع الأول قال تعالى فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي.
كاتي موسى عليه الصلاة والسلام شبو ميقاتي پروردگار لوي قفتو قوي لقل خواي تعالى كتشك كلمي خوابو ماويكي خايند كماويكي خايند هاتوا كي دانا لجي خوي هاروني براي سلامي خواي نبيت بيني قومكي شيكا مانغايكا برسن فلما رجع إلى قومه غضبان أسفا بيني قومك وسجد مانغا أبن غير خواه برسن زوت ربو خوي بينا جيرا كواتا إنسان دائما شركي بيني معصية تاواني بيني دبي تشبكا أو غيرتي هبي أو إيماني هبي بجولت إنكاري ليبكات أفرمي كاتي قومك بيني غير خوا أبرستن غضبان أسفا موسى عليه الصلاة والسلام زوت ربو وأسفا أسفا يعني شي ليرا يعني خميق وادا يقر زوري بينا خوشبو طواو خفت دايقر موسى عليه الصلاة والسلام قال بئس ما خلفتموني من بعدي واتا خرابترين كارتان كر لدواي من ندبو أو مانغايتان ببرسة أما موضعي كم موضعي دوم وتولى عنهم وقال يا أسفا لهشوينك أكلمي أسفتان بيني خاتي بدن جيري لا يخوتان وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فرميا حسرة يعني كاتك بيني يعقوب عليه الصلاة والسلام كركاني بوشوي ولا ناوتشون يوسف ديار نما لولا شو بنيامين شان قلدا فرموي عليه الصلاة والسلام بشتي لمن على كاني كرت وابوهات نوتيان باوكا بنيامين يان قلدا فرموي وتولى عنهم بشتي ليان كرت زور خفت دايقر وقال يا أسفا على يوسف يعني شيها أسفا على يوسف كواتا خمي دايقر خمو بجاريك بيتاقتيك ماندوبونيك شكتيك كواتا واو جستي قردبو زور خفتي ليوسف أخوات عليه الصلاة والسلام وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم شاو كان يشي لهات سبيوبو رشيتي أنا ما وهو كظيم ليرمو فسرين زناياني تفسير فرمون لأمتاني بيشو كلمة استرجاع أجا كسيك توشي بلايك بوايا توشي مصيبتك بوايا نانود إنا لله وإنا إليه راجعون بلكو أما خاصة بأمتي محمد صلى الله عليه وسلم بس لأمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إما كسيك من وفاتك أدلينشي إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بلا موتا يعقوب عليه الصلاة والسلام تشو بلايا بو تشو مصيبة بو دكري واخريك فوتا وديارنا ما يوسف بنيامين شان قل دايوا وتان نسد زيجي راوا فرموي وأسفا على يوسف خود أبو أبيو تأشين إنا لله وإنا إليه راجعون بلام بو أمتاني بيشو أمتاني بيش إما كلمة استرجاع إنا لله وإنا إليه راجعون نبوة أما يشيك لخصوصيات محمد صلى الله عليه وسلم لتايبد من دي أمتي محمد صلى الله عليه وسلم سعيد كوري جبير فرمي لم يعطى لأحد من الأمم لم يعطى لأحد من الأمم الاسترجاع غير هذه الأمة لم يعطى من الأمم الاسترجاع غير هذه الأمة غير هذه الأمة كواتا
استرجاع إنا لله وإنا إليه راجعون تايبت بكي بأمتي محمد صلى الله عليه وسلم وتاب بلغي أوي يعقوب عليه الصلاة والسلام فرمي يا أسف على يوسف يا أسف على يوسف. والموضع الثالث قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم أي محمد صلى الله عليه وسلم لواشيت زور بيتاقد بي زور خفت بخوي إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كاتك بباوران كافران ومشركين إيمان بتونا يلن يعني كلامي خوا قرآنك خوا بدرو خنو إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا خذ بيتاقد مكا بلكو إن عليك إلا البلاغ بيامك إخوة يقرب بقينا و أو اندخفت لبيباوران ومشركين مخو بشتيان ليبكا فأعرض عنهم بشتيان ليبكا خفتيان ليمخو شاهد لم آيات شيا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. موضعي شوارم فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعيدكم ربكم وعدا حسنا. كاتيك موسى عليه الصلاة والسلام قومك يبيني غير خواه برسنو سجدبو مانقابا أوبو توربو زور خمداي قد زور بيتاقد بو أجاب قومك يود ألم يعيدكم ربكم وعدا حسنا باشا خواه برودقار وعدو بليني بيتان ندا وعدو بليني بهشتي بيتان ندا بوشي وعدو بلينك خواه قولتان شكان كواتا هر كسي غيري خواه ببرستيت وعدو بليني خواه قولتان شكان شكا ايما لبشتي باوك من آدم بوينا خواه تعالى عهدو بليني لآدمي زاد ورقردوه لنوكاني آدم كوا شريك بو خواه قولتان بريار ندن. وإذ أخذ ربك من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا لغافلين. كواتا عهد بلنا لبين إيمو خواي برودغاريا دبيل سريبين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ليلا ندين كلمة لادا أو وعد بلين منشكانا بهشتي خواي قورا لدى سدين. ومعنى الأسف قال الزبيدي زبيدنا الزبيدي بفتح الزاي زبيدي شيء محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ناوي محمد مرتضى الزبيدي أزارو دوسطو بينجي كوتشي وفاتي كردو هزارو دوسطو بينجي كوتشي وفاتي كردو أصلي لواسط بوا واسطي عراق إيرا أصلك لواسط بوا لشو لدايق بوا لهند وليد في الهند لهند لدايق بوا بلام أصلي شي أخوي عراقية خل شي واسطة ومنشأه زبيد كليمنة زبيد ليمنة بوا نازنا ويدر كردو مشهور بو وفاتي كرت رحمتي خواهي قولي لبي لصالي هزارو دوسطو بينجي هجري توشي نخوشي طاعون بو بتاي طاعون وفاتي كرت رحمتي خواهي قولي لبي دفرمي زبيدي. ومعنى الأسف قيل الحزن يعني شي خم خفت وقيل أشد الحزن وتخم خفتش تند. وهذا مروي عن ابن عباس ذكره البغوي إمام بغوي
خاوني تفسيري كتابيشي بنرخا سبارد با تفسير نسيتي و لصالي بيانصطو دي كوتشي وفاتي كردوا كواتا استزاني من أسف من ألفاظ المشتركة أم من ألفاظ الكلية؟ مشتركة. فإذا قلنا من الألفاظ الكلية، ما معنى الألفاظ الكلية؟ ألفاظ كلية يعني شيء؟ كواتا كوتمان كلي بيج معنى ديت بلام كوتمان مشتركة كواتا اتفق اللفظ واختلف المعنى، معنى كان جاوزة هربو يكتبه قشل بيناو أو تأليف كراوة. أما لفظي أسف كواتا لي كم لفظ مفردي كلمي أسف بوما دركود لفظي شي كلية مشتركة مشتركة ولا يخوتان توماريكا دين سر كلمي دوم النبأ النبأ وكذا ما كان من نبأ فيه أتى خبرا إلا فعميت الأنباء يومئذ فبالأدلة والآيات قد فسرا ده فرمي لهر شوي قرآن لفظي نبأ تامبيني واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق كلمين نبأ لهر شوي قرآن بنيتان ده فرمي دو معنى أغريتو يكم بمعنى خبر ديت بمعنى شي ديت خبر واتا هوال دفرمي لها مو قرآن بمعنى خبر ديت النبأ سورة النبأ يعني شي سورة الخبر أفرمي إلا للفظك لشونك لجقائك لقرآن فعميت لأنه سيدي شيء فعميت طبعا خوي آياتك شيء فعميت فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون ده صورة قصص آياتي شصت شش بلانبولي رفرموي فعميت أما بي أو تري قراءة شاذة قراءة شاذة شاذ قراءة أمانية متواترة وهش مانا شواذة أم قراءة فعميت شاذة بويا الصحيح تر باشتر بلينشي فعميت أو طوى قراءة شي متواترنية فعميت شاذة كواتالين إلا فعميت الأنباء يومئذ لو آيتا ده فرمي أنباء ليه بمعنى شي دي الأدلة والآيات يعني بمعنى الحجج بمعنى حجة وبرهان ديت بمعنى حجة وبلغة ديت بمعنى حجة وبلغة ديت قال الناظم كل ما ورد لفظ نبأ في القرآن فمعناه الخبر واستثنى موضعا واحدا في سورة القصص بمعنى الحجج والأدلة كواتا همو لفظي قرآني خبر نبأ بمعنى شي ديت نبأ بمعنى خبر ديت إلا ليكشونيكا ليكجيغايك لسورة قصص آيات شصت شش بمعنى حجو بلغديت بمعنى حجو بلغديت نبأ لبيه كما فسر بهذا مجاهد عند ابن جرير ابن جرير الطبري نقل كردوه لمجاهد معنى كيش فعميت عليهم الأنباء دفرمي بباوران للرجل قيامات بهوي كفر بباوريا وبهوي شركيا نوا للرجل قيامات هيج بلغيا نامينت هيج حجيان بدستونية بأوي رزقاريان بيت فعميت عليهم الأنباء طاو وكو شوريك دانشتون شون إنسان لشونيك بي
كتو ببيني أكويت الرئة شون خوتا بيني بيش خوتا بيني بوه الرئيكي بلام كنا كاميك هردو تشاو لدز دا أتواني الرئيكي نا أتواني إنسانش كبه بلغبو بحجبو بحجة إيشي كرت وكو كوروايا فعميت عليهم الأنباء بباوران بهوي أوي هيش حجة وبلغيان بياني وكو كوروان لروجي قيامتها وبكوريش حشرك لين بكوريش حشرك لين. وقد وردت مفردة النبأ في القرآن الكريم بمعنى الخبر في مواضيع كثيرة جدا دفرمي مفردي واتا لفظي نبأ لزورك لبشجع وزكاني قرآن سورة كان آية كان لفظي نبأ هاتوا بمعنى خبر فجاء مصدرا معرفا ومنكرا بمعرفها تو بمنكرها تو مفردا وجمعا بمفردها تو بجمعها تو وبصيغة الفعل بأنواعه الثلاثة بأنواع جوركان فعل ثلاثي رباعي هم أمانها تو فبهذا ومن هذه المواضيع تفرميت النموني قدينوا واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا واتلو عليهم يعني شي بيجيرو أي محمد صلى الله عليه وسلم نبأ واتا الخبر واتا هوالو بسرهاتو خبري هدو كركي آدم بجيرو كما بس دي شيلي قابيل هابيلا ما بس دي قابيل هابيلا كما تا ختي بدنا نجير نبأ بمعنى يشيدت خبر. وقوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ألي نجب بمعنى النبأ شيدت خبر بمعنى خبر ديت. ومعنى النبأ قال الراغب النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن كواتا نبأ ذو فائدة عظيمة يحصل به العلم نبأ أو يكات خبرك تبيددا هوالك تبيددا بعلمك بشتيك بلام أو علم زانستشيا خبريشي جرينجا مزنا عظيمة أقبيت بيرتان أوتمان همو نبأك خبرة بلام همو خبرك نبأني بو دزانة مدمان بو نهاية تبيرتان وتمان بو نبأ خبرة همو نبأ خبرة بلام همو خبر نبأني نا 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 اشتيت الموت ها نا 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 أي باشا بو نبأ شيئا نسيتان لا يخوتان بيتان مد بينوسن لكتبه قوتن بينوسن لا يخوتان لهات شو يبو ها ايه نعم اشتيت الموت نبي علمتان نبيرو شيء ابي مدارا سبكا ايه اي خبر كواتان نبأ بوشتي شيء بوشتي شيء قوريا بلا ممكن خبر بوشتي شيء قورا نبيت خبر بوشتي شيء قورو عظيم نبيت أو سبارد بشي سبارد بنبأ إستا نبأ من الألفاظ المشتركة لفظ شيء كلينية بلكو لفظ شيء مشتركة دينسر لفظ سيم الحسرة الحسرة
وبالندامة فسر حسرة أبدا. ده فرمي الناظم إمام أبي ياري رحمة خواهي قولي لبيت كلمي حسرة وشي حسرة لشوي قرآن بينيت بشي تفسيرك بندامت بشيماني بندامت لا حسرة في قلوب حزنها ظهر كواتا إلا لموطنك لشوينك حسرت بمعنى حزن ديت ضلي حسرت بمعنى حزن ديت. طبعا إمام أبي ياري لكيوري قرده للسيوطي سيوطي جواليت والسيوطي لكيوري قرده لابن فارس وري قرده بلام قولي الراجح أم كلمة لفظي شي مشترك نيا بل كو لفظي شي كلية لفظي شي كلية يعني لها شوي قرآن كلمة حسرة بيني بمعنى شي ديت الندامة بمعنى ندامة ديت بشيماني حزن استدين باس يقين كل ما ورد كل ما ورد لفظ الحسرة في القرآن فمعناه الندامة بمعنى بشيماني ديت واستثنى موضعا واحدا في سورة آل عمران إلا ليكشنك آل عمران بمعنى ديت الحزن وهو قوله تعالى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم دفرمي أبي ياري رحمة إخوائي قوله بفرمي إلا لم جيغانا بمعنى شي ديت حسرة حزن ديت بمعنى حزن ديت بلام وثمان قولي راجح بمعنى شي ديت ندامة بشيماني ديت نك بمعنى حزن ديت شكبو سياق آيتك خوي تعالى فرمي يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا أي باور داران يو وكو بباوران مكن وكو أوان مبن إبا شباب زي أوان شيان كردوا ذا فرمي لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا بباوران ببراكان إخوان أولا بباوران كاتيك كاسيك درت شوية بو إذا ضربوا في الأرض واتابوا سفرك مروشنا يان درت شوية بو تجارته كسابتك لوي بمردنا درقاش تيشان بسراباته أهزور كسالي كاكا بيتم نو درمتشو أهوات بسرهات قوي تعالى فرمي إيه هو ملن لقدر الله ما شاء فعل كابريك برقايك أرواتوشي حادثي كبيت يعني تشوبو كسابتك وتجارتك لوي توشي بلايك بوا خواهي تعالى فرمي ايو واملن اي باور داران تشاولا بباوران مكان اوان وتيان شي لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا اقل للاي ايم ابونايا درنتونايا نأمردن نأكجرانش ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم بو اوي خواهي تعالى او بكابتي حسرة واتب معنى ندامة بشيمانيك حسرتك لضليان بمينيتو كواتا ليه بمعنى إمام أبي ياري بمعنى شي ديت ليرة حزن للاي أو ألفاظ مشتركة بلام لاي جموري مفسرين فرمون نخر لفظي شي كلية بمعنى ندامة دي وقد وردت مفردة الحسرة بمعنى الندامة في القرآن الكريم في 11 موضعا نا ينظشني قرآن هل بمعنى شيئات والندامة فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة
ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أواني كوا مالكانيان دبخشن دبيناو شيا سرخستني بيباوري، دبيناو سرخستني بيديني وبيباوري. هاي تعالى فرمي فسينفقونها مالكان أروا أفوتي دبخشن، بلام ثم تكون عليهم حسرة أو مالا أبيت خمو بجارة ندامد لدليان، ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقوله تعالى وإنه لحسرة على الكافرين، ومعنى الحسرة الحسرة أشد الندم حتى يبقى النادم كالحسير من الدواب الذي لا منفعة فيه. بباوران للروج قيامتا زور خمدايا نقريو وزور بشيمانا. أخوي تعالى فرمي يوم يعض الظالم على يديه، نك بنجيش يديه هردو دستي قاتا ناو دمي إيقازي، أبن دب بشيمانا للروج قيامتا، يقول يا ليتني رسولي سبيلا. للروج قيامت كاتك أغري جهنم أبينن وبيباوران همويلي أخرين برو أغري دوزخ زور خمدان نغري زور بشيمان ابنو. وإنه لحسرة على الكافرين، حسرشي أشد الندم زور زور بشيمان، بلام بشيماني داديا نادا حتى يبقى النادم أمن دا بشيمان كالحسير من الدواب الذي لا منفعة فيه. أجلك أمن دا إيشت بيكر دبي أمن دا جوتت بيكر دبي وكو برويشي لهاتو شكتو ماندو أو أجلتي لدي طاقتي نما. أم إنسانش بيباور الروجي قيامت أمن دا بشيمانا أمن دا بشيمانا زور ماندو بيت لبشيمانيا زور بيطاقتو ماندو بيت. هواتا بو من دركوت كحسرت لو كلمانيك و لفظيشي كلية لا جمهوري مفسرين بلام لا ناظم كأبيارية ضل لفظيشي مشتركة وإمام السيوطيش عليه مشتركة بدو معنى هاتوا معنى إنشي بمعنى ندامت هاتا بشيماني ومعنى كيتري بمعنى حزن هاتا. بلام مثل ما قولي راجح شيا لفظيشي كلية هر بمعنى ندامت لهجو القرآن حسرت تنبني بمعنى ندامت تائر بزبي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك الله فيكم. لا أسأل أسباب